نقطة مهمة فضيلة الشيخ حول أن الصورة أظهرت الآن أن الرياضة بالنسبة للمرأة مقيتة في الإسلام، فهل هذا صحيح؟ عائشة يعني امرأة، نعم، ومارست الرياضة هذه ولا لا؟ بلى. لكن هل كان بحضور الرجال ولا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم؟ يعني لما تقدموا هو سابق عائشة. هؤلاء ما يريدون، هو لو أنهم يريدون رياضة للنساء، يعني مرأة تمارس رياضة داخل البيت مثلا، في أجهزة يا أخي الآن الرياضة، في أجهزة للأيدين والعضلات والرجلين والرأس والبطن والظهر وكل، يعني كل أجهزة كثيرة. إذا هناك ضوابط لممارسة الرياضة بالنسبة للنساء. طبعا يعني لو المرأة وضعتها في بيتها ومارستها إيش المشكلة؟ لكن لا، هذا ما هذاك هذول يبغاك يريدون الوصول إلى مشاركة المرأة في الأولمبياد. فتبدأ العملية كذا، حطوا حصص رياضة في مدارس البنات، حطوا نوادي للنساء الرياضة، بعدين طلع سووا مسابقات، بعدين سووا مشاركات، بعدين ليش احنا ما نمارس في ليش ما نشترك في الأولمبياد؟ ليش نحن أقل من غيرنا؟ ليش كل الأمم يعني الآن احنا ايش موقفنا كذا محرج الآن ما عندنا مشاركات في عماد الرياضات المعاصرة خصوصا النسائية؟ كشف العورات. أبدا خذها، يعني قضية، والآن يعني هذا معروف في الأولمبيادات السابقة والأولمبياد القادم، أسوأ عرض أزياء للنساء يعني عالمي هي أولمبياد المرأة. يعني إبليس يمكن ما فرح بشيء في كشف عورات النساء على المستوى العالمي يعني بهذا الحجم يعني مثل أولمبياد الذي فيه رياضات النساء وبشكل فاضح. فضيلة طبعا طبعا القضية ترى ما هي مصممة، يعني المسألة إبليسية ضخمة. أن أحد مجرميهم شبه يعني أحد المنتخبات لما تصدرت في آسيا أنه ذهبت إلى أسبانيا قال هذا شبيه بفتح الأندلس. سبحان الله، فتح بلاد تعمر بالتوحيد ويذكر فيها الله وصار فيها علم وعلماء ودين ورايات الإسلام مرفوعة في الأرض، هذا مثل هؤلاء الذين يجرون وراء جلدة منفوخة. كثير من الناس الآن في الرياضة هم مشاهدون لا ممارسون، وهذه مشكلة. إيه، ما هو يا ليته يقوم يجري ويعني يحرك البدن ويمارس، لا هو جالسين قنوات الرياضة. وذاك بعض الآباء يقول يجوز أدخل قنوات الرياضة بس عشان أولادي من الضغط، لأن صارت فتنة الكرة، فتنة ما هي ممارسة بريئة. الملاكمة على سبيل المثال أو بعض أنواع المصارعة على يسمونها الحرة، طيب فيها ضرب على الوجه وفيها كسر وفيها شق وجرح وإيلام، يعني إيذاء يعني بدني واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، متفق عليه. ولذلك ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى تحريم لعبة الملاكمة التي فيها ممارسة الضرب على الوجه الذي يصل للعمى والتلف الحاد في المخ والكسور البليغة والموت. وإيش دون مسؤولية على الضارب، خلاص اثنينهم راضين والجمهور فرحان. إذا واحد طاح ضرب على وجهه وطاح في الأرض يقفزون وابتهاج. كذلك المصارعات هذه فيها يعني كشف عورات، وحتى الدعايات لها بنساء كاسيات عاريات في أوائل المباريات ووسط المباريات أو آخر المباريات على حسب ما يعني نسمع من ترويج، يعني فكرة الترويج للمباريات أو للجولات بالنساء شبه العاريات. رياضة اليوغا هي أصلا لعبة هندوكية للعبادة، يعني ممارستها تعبد عندهم، وإذا جاء واحد يمارسها الآن يتشبه بهم في عبادتهم. شوف بغض النظر هو بكين ولا ما هو بكين، أو أنا بسميه هذا بكيني لأنه يعني المتوقع أنهم سيظهرون النساء بأسوأ الصور في 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 أولمبياد بكيني. هذا ملابس النساء في الأولمبياد من أسوأ الملابس، يعني أظن الشيطان ابتكارات، يعني قضية أنه لأي درجة تعرية الجسد في الجمباز وفي السباحة وفي المدري إيش وفي التنس الأرضي وفي كده، يعني ما سبق أن تعرت النساء في ممارسة الرياضة مثل ما يحدث في الأولمبياد، ينقل للبلايين في العالم. يعني المشكلة مو بس اللي يحضروا،
هذا تنقله الشاشات وربما كان لبس الرجل أستر من لبس المرأة. مش ربما هو كذا أكيد وكذلك طبعا. يا أخي أين الغيرة؟ الغيرة الحمية، أين الفضيلة؟ أين العفة؟ أين تقوى الله؟ اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تذلنا بمعصيتك، اجعلنا قائمين بالحق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظ علينا الأمن والإيمان، وأسعدنا بطاعتك يا رحمن. اللهم من أراد ببلدنا هذا سوءا وبلاد المسلمين فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم من أرادنا بسوء فخذه، ومن أرادنا بكيد فكده ودمره. اللهم انصر المسلمين وارفع كلمة الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما.